Et si c'était à refaire ? اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في سي سي تي ريفير. ضيفنا اليوم غنية تعريف، هو من العباد الفاعلين اللي فعلوا في التعليم العالي، سي محمد جوا، واللي هو توا اكتوالمون يرأس ليكول مثلا ليكول دو لانتيليجونس ارتيفيسيال فلسطيني. ما نحبش نلخصوا كان في هذه بركه، لكن كيف مازال كيلانس الكتاب نتاعو خرج مؤخرا، اللي هو ديستان دو ستا ان ماتيماتيسيان اونتر دو سيكل، واللي هو باش نحكيو عليه من بعد في الريبريك نتاعنا. لكن توا باش نتعداو ديريكتومون التاكو تاك. تاكو تاك. دونك سي محمد، في البرانسيب تاع تاكو تاك نعطيك دو بروبوزيسيون وانت تختار واحدة كاع، اوكي؟ ومن بعد اون فا ديسكوتي على حاجة. دونك بروسيس والا انتويسيون؟ بروسيس. Mérite ou est la chance? Mérite ou la chance? Toutes les questions sont ambiguës. Et c'est la difficulté. Elle a cool chance. Ok. Délégué ou est l'affaire? Délégué. ChatGPT ou est la Google? Maintenant, ChatGPT est incontournable. Okay. انك تفهم الحاجة وانك تتمكن من الحاجة. تفهم الحاجة هو تتمكن بها. تجيب بكري الخدمة ولا تروح بكري مخر من الخدمة؟ لي دو. ترافاي انديفيديوال ولا جروب؟ جروب. فينيل ولا ستريمينج؟ فينيل يا حسرة. اي بوك ولا كتاب بابي؟ اوكي. است كو كي تمشي للريستورون تختار ان بلا اللي انت تعرفه ولا تاخذ سبيسياليتي نتاع الريستورون اللي تمشي فيه؟ ناخذ سبيسياليتي على خاطر. اكسبيريونس ولا امبيسيون؟ ا مون اج سي اكسبيريونس، مي سي جو نافي بلو دامبيسيون سا سري تريست. قعدت باش تخمم وقت اللي حكيت، قلت لك ميريت والا شانس، وحبيت تفسرها علاش؟ هو سي لو غران سوجي كي موكوب. جون بارل دون مون ليفر. هو ناس يقولوا للمدرسه فينالمون ليكول ريبوبليكان يقولوا في فرنسا، ولا ليكول بوبليك نقولوا في تونس، هي تعامل الناس الكل بنفس الطريقه. دونك لو ميريت تل كيل ديكري بار لي ريزولتا مثلا اوبتوني او باك، هذاك إلى اوبجيكتيف. اي دونك على ضوء باش نختاروا التوجيه لاي مؤسسه او اخرى، وهذا انا خدمت فيه مع ليبيس، خذيت لي ميور باشولي. انما شنو معناه ميور باشولي؟ المقاييس اللي نقيسوا بها الميور باشولي نو سون با اوبجيكتيف. كيفاش؟ نعطيك فقط سؤال. كان تلميذ اللي جانا عام ليبيس عام 92 جاي من قبلي، خذا الباك بمونسيون اسي بيان، اللي واحد من الاخرانيين اللي دخلوا ليبيست، وهو في المكتب نتاعو في المعهد نتاعو في قبلي كان متفوق على الناس الكل، عنده معدل نتاع 16.5 واللي بعده عنده 13. فهمت؟ معناها متفوق بعيد كل البعد على الاخرين الكل. واللد هذا اسمه مختار، ما نذكرش اللقب نتاعو، وكي جاء للمكتب ما يتكلمش بالفرنساويه ولا تري بو. اي جاني في اول العام وقال لي ما نجمش نشوف التابلو، بوه معناه من عائله متواضعه جدا في الجريد، دونك ما كانش عنده في العائله نتاعو 10 اولاد، الظروف ما سمحتلوش باش يقرا اكثر من هكا، وما عندوش ظروف، وفي نفس الوقت ما عندوش المنافسين باش يتحسن، على خاطر بلاش منافسه ما تتحسنش. الولد هذا من الاول قلت مسكين وبرا ماشي تعب وتعب، لكن كان هذا الولد اول تلميذ تونسي نجح في ليكول بوليتكنيك نتاع باريس من ليبيست. علاش؟ على خاطر وفرنا له في ليبيست كل الظروف باش يتطور بطريقه اللي هي خاصه به.
مش نقولوا له ذراعك يعلاف ونحطه مع مع الأقسام. وهذا بيير بورديو كتب على الميريتوكراسي ريبوبليكان والحكايات هذه باش يقول للمدرسة في الحقيقة المدرسة الفرنساوية هي تكرس الزينيغاليتي اللي ما بين الناس، الزينيغاليتي الثقافية اللي سميه لو كابيتال كولتوريل، وقت اللي واحد جاي من عائلة لباس بها عنده رصيد ثقافي، وقت اللي واحد جاي من عائلة فهمني متوسطة ولا أقل من متوسطة الرصيد العائلي هذا ما عندوش يلزم يبنيه. فمختار كان من ما عندهمش الرصيد هذاك وكونه في المكتب. ونقول أنا في الكتاب اللي كان نحكي على مدرسة متاعنا فيما بعد الاستقلال، هي كانت مدرسة كما تفكروا ما هو الفوتبول متاع لاياكس أمستردام اللي هو يسميه فوتبول توتال شامل. المدرسة متاعنا كانت شاملة تتلهى بكل شيء، لا فقط بالبرنامج متاع متاع القراية، لكن تتلهى بكل شيء اي كومبري باش توكل الأولاد اللي جايين جيعانين من ديارهم. دونك الشيء هذا اللي حاولت نبنيه في المؤسسات اللي عملتها كسوسوا في اللي بيست، وأنا فخور جدا باللي مختار كان تلميذي واللي تو فهمتني تبارك الله عليه عمل كارير ميتيوريتيك، وإن شاء الله ممكن تستضيفه هو في باريس لما حالة. مي هذا هو اللي عنده قيمة وأهمية بالنسبة لي. حكيت كان جوابك كان بالنسبة لنا ومتها متوقع قلت لك إيبوك وإلا كتاب بابي، ألوغ كو الإيبوك أجوردي معناتها حاجة اللي هي تسهل ومعناتها أنه باش يخلط أكثر للمتلقين. مي طبعا نقرا لي زيبوك، مش مانيش ديناصور معناها. لا ما قلتش نقرا لي زيبوك، وعندي مارتين هذا الكل في جرتي تقول لي سايب لورديناتور، دونك معناها الشيء هذا الكل موجود، لكن العلاقه اللي تخلقها مع الكتاب الكاغت ما تبدلش. انا واحد من الناس، انا معناتها نتقاسم معك معناتها نفس الحكايه، انا كتاب كي نقراه نحب نعاود نقراه ونحب نتلمس ونحب وجو ماخ دي باساج فيهم ونحب نعاود نرجع لهم. وهذا تنجم تعمله باللي بوك، اما يلزمك تكون عندك شويه اجيلتي اللي يمكن انا في عمري ما عنديش. هذاك علاش زاد دونك كي نقولوا كمان تاكو تاك نمشي